صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من الماتينال. حلقتنا اليوم سبيسيال على خاطر نهارنا سبيسيال، ان شاء الله مولد نبوي شريف مبارك وسعيد على الامه العربيه وعلى الامه الاسلاميه قاطبه وخاصه تونس، رئاسه حكومه وشعبا. يا رب ينعاد علينا بالخير واليوم والبركه. وبيان سور الماتينال تعودكم ديما انه في الحلقات السبيسيال هذه ديما معنا فرقه خاصه اللي هي حضره رجال سوسه بقياده محمد علي جلالي. صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله. صباح كل عام حي بخير. علينا وعليك عايش ان شاء الله. مبروك على الامه الاسلاميه الكل وعلى تونس الكل. ان شاء الله. الو محمد علي، شنو باش نسمع من عندكم اليوم؟ وبمناسبه المولد النبوي الشريف بطبيعه نسمع معنا كثير حاجات على الرسول عليه الصلاه والسلام. وبطبيعه لازم شويه جو للتوانسه وكل كي. وان شاء الله نبداو بالليل زاهي ونبداو بحاجه مزيانه وتراث تونسي وان شاء الله تعجبكم. كيما عودتونا محمد علي، ذولي عندكم حفلات انطلاقا من اليوم وغدوه. بطبيعه انا البارح خدمنا، اليوم ان شاء الله في الليل في الجمعه عندنا فضاء المية مندو، وغدوه ان شاء الله السبت في سوسه عندنا فضاء الكازا جيلاتو. وان شاء الله مرحبا بالناس الكل كي. لا اعطينا عاد لي دات ولي زوغيغ وكل شيء. اليوم 9 متاع الليل تبدا في فضاء المية مندو سوسة خزامة الشرقية، غدوة السبت ان شاء الله 8 متاع الليل في فضاء الكازا ان شاء الله تبدا 8 متاع الليل. سوري ان شاء الله بالتوفيق محمد علي عايشك. ويعطيكم الف صحه رجال سوسه الكل ورجال تونس يا ربي. دونك ونسى تونس بيان سور ما ننساوهمش. دونك نخليكم مع حضره رجال سوسه واستنوا البرنامج، في برشا حاجات تحبوهم وتشتيوهم خاصه برشا الصعيد. Salam.
الله